بارز احمد عبدالحمید کنسولی عراق ل دوبی ل بهر گرینجی سردانکی مسرور بارزانی سرگزیران با امارات بارز احمد عبدالحمید هم که اتتان باش بورن پیش گرفتی لگیشنی دنگ هبو با بارستان گرینجی دانی امارات بهرمی کردستان و دعوه کردن ل سردانی هرمی کردستان که حکمتی هرمی کردستان با امارات با چی دگره تو؟ گرینگی سردان جناب سروک وزیران حکمت حریم کردستان با امارات امارات ابوظبی زور گرنگ بو بو بردوان بونا پیوندی اتکفن یت حریم مای کردستان الگل امارات بشوی که تایبت و عراق بشوی که گشتی سردانت وقتی که مناسب دابو اجبركو اف فتره بري دمك امارات توشي عندك هيرش ابو وحكمتها ما هرم كردستان ادانا في هيرش شكر و اف سردانا يا جرنج بو جبو بردان بونا بيوانديا جبو بوارد ابوري وبرهمنان وجشت وجوزار و جلك هارندي بلى وەک بەرزی شتان باستان کرد کە لەماوەی ڕابردوودا ئیمارات ڕوبەڕووی هێرشی تێرۆریستی بۆتەوە هەرێمی کوردستانیش یەکێکە لەو شوێنانەی کە لەماوەی ڕابردوودا ئەزموونێکی زۆری هەیە لە پرسی ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر تا چەند دەتوانین بڵێین ئەم پرسە جارێکی دیکە پێکەوەبەستنەوەی بە یەکتری و وەرگرتنی ئەزموونە لە یەکتری لە پرسی ڕوبەڕووبوونەوەی تیرۆر بەلێ بێگومان ئەم هەردووک هاوبەشیش بۆ بابەتێ تیرور هریش سرمکیریا و هریش سروانجی کریا و هر دوک ولایت امارات و هریم کردستان اد به بهش نبینش تیروره و هاوکاری نبین آن هر دوک آداش بو بالا دو خوی واز الویره و یه هر چند امارات و یه کردستان بالا کمپانی اماراتیکان تا چند خوازیاری اون روکن هرمی کردستان و لگل لحنی هرمی کردستان دعوا برای نام کرد کمپانی اماراتی زربه کمپانیات اماراتی حزوان او بین عراق استثمار بکن بس بینن کردستان پنگا و اولیکا بوانا کردستان بید داکو برف عراق و بچن جبرکو کردستان جهت که امینه فرصت استثمار تعداد پتر هایی های و حزوانا استثمار کردستان پتر هایی پراستی باری دا طاق نظیفه زراعتی سردانا چگشت و گزار سیاحه به همیش شیوه دا بلا لیمارات بطبت لامارات ابوظبی که سراک وزیران سردانی کرد لبرپرسانی بالای کوبو لەوێ چۆن باس لەم سەردانە و گرنگی ئەم سەردانە ئاکرا پڕاستی هەمی وەکی بێژن ڕۆژنامەڤان و خەلکێکی ئیماراتی و بزنزمان و سەحافا وانە و یا ئەلکترۆنی هەمیە گرنگیە کامازن داوێ سەردانێ و بکەیف خۆشحاڵ بوونی بکەیف خۆش بوون سەردانە جەنابێ سەرۆک وەزیرانی يعني وكود بيجن صدا هيك بكر الفيري ملت بخوش كي بي خوش بو سر داناوي قلا قلا كاباش بو يا توقت خدا بو بو بردام بي بونا بيوانديا بلا وكو زاني نمارات يكيكا لولاتاني بيشكوتني كي زور برچاي بخو بينيو ولا ولاتا كده تواني بلا ينسا لسرسكي يكو بخيراي برو بيشبوني زياتري شروعات تا چند توانيت سود بهرمي كردوسان و با گشتي به عراقيش بگێنێت بۆ بەرەو پێشوونی زیاتر و ئاوادانی زیاتر وڵاتی ئیمارات یا حازرە دائیمەن دبێژیت لە هەمی کۆمبۆنادا کو ئەمت چی هاریکاری ئەوە بڤێت بۆ پێشکەفتنا خاسەتەن وەزعی ئیداری یعنی حکومە ڕەشیدە دبێژنێ حکومە ئەلکترۆنیە بەری نوکەژی هیواده وکو مذکرات تفاهمک هات گریدان بین عراق مجلس وزراء عراق و امارات جبو الحکومه الرشیده جبو برف الکترونی کردنا حکمته
وكوب مذكرة تفاهمك هاتا إمزا كرن هيفي دارين كردستان جي سودك في مذكرة وارجريت و إمارات حاضرة بهميشي بتخوب همي مجالاتا دائما نتبجيت أم تحاضرين كو خزمة بكين أم تحاضرين كو بچنا في عراق استثمار بكين هاريكارية تقديم كين بين دفما و يا ديار جيل قال ما كردستان قال هريما كردستان بتر تيتا بيش براستي و بي خوش تراجي كو بزيترين واخد بيتا في كردستان استثمار بكات يانجي قريبستا قريدات اتحاضرن همي مجالاتا دا همي ايفنتا دا ديارن كو نيتا وانا يا واضحة كو بزيترين واخد بين استثمار بكات بلا وکه زانی لهرمی کوردستان او بارودوخه امنی که رقصاوه آرامی کی زور هه زورنی کمپانی ولاتکان دنیا خوازارن بین لهرمی کوردستان و برهنان کن وک پرز شان باستان کلیمارات شش شکل ولاتانی که خوازاری و برهنان لهرمی کوردستان دا دوات لهرمی کوردستان و برو عراق لیمارات حسن گاندنیان چی دلن لباری بارودوخی هریمی کردستان و او بارودوخ امنی که لهریمی کردستان رخصن دراو و او کارانی که ابنی نویم حکومتی هریمی کردستان که انجامی داو با بتایبت با پرسی و برهنان و دزگرتنی و برهنران که بتوانن پروژه استراتیجی و گرنگ لهریمی کردستان انجام دن دوباره همی کمپانیت اویل الویری کارت کن و کو جنابتا گوتیا پیش کفتیه دوباره همی حست کن بچن استثمار بکن برهمنان بکن الکردستانی و زانن جی کو کردستان عراق امینترین جه و پنگاوا ایکی ابوانا کو برف عراق بچن اف کارت چه بوین الکردستانی وضع امنی تأثیر برهمنان ناکت زانن کو کردستان یا جبو وضع امنی یا کنترول کریه و کنترول آوانا جیک اف تشتی چه بین همی جهات چه بوینه تشتی متوقعا ناف بینا فتره و فتره بینا چه کرن او ویان تشتا زانن یعنی کمپانیت اماراتی وی تشتی ات آگه دارن جه و تحاضرن بچن استثمار بکن بله برایز آماد عبدالحمید کنسولی عراق لدبي لابو ظبي ولا قلمان دابو سباس بو برشاري كنيو كاتبه امده